الفنانة الشابة ليلي قاسم اتخرجت في كلية الإعلام، بدأت مشوارها بالعمل في عدد من القنوات الفضائية، بعد كده اتجهت للتمثيل، وكان أول عمل تشارك فيه في سنة 2005 مع المخرج هاني لاشين من خلال مسلسل راجع لك يا اسكندرية. ابتعدت لفترة عن التمثيل والوسط الفني عشان ترجع في سنة 2011 وتشارك في عدد من الأعمال، كان من بينها أفلام أنا بضيع يا وديع وأمن دولة ومسلسل شارع عبد العزيز. شاركت كمان بعد كده في مسلسلات تانية منها مسلسل فض اشتباك ومسلسل كف عفريت، وشاركت في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية. شاركت كمان في الجزء الثاني من مسلسل نصيبي واسمتك، واتكلمت معانا من خلال اللقاء اللي هنشوفه دلوقتي عن دورها في المسلسل، واتكلمت كمان عن حاجات تانية. سيبي واسمتك الجزء الثاني بصراحه لما اتعرض في 2019 طبعا كان ليه واقع كبير جدا عليا. انا كنت عامله شخصيه بوسي في حكايه اسمها جدول الضرب، الشخصيه دي فرقت قوي قوي مع الناس، وانا اتخضيت من الفيدباك بتاع المسلسل ككل وبتاع الشخصيه اللي انا عملتها. نجاح نصيبي واسمتك اولا طبعا يعني عمرو محمود ياسين مبدع بصراحه في الكتابه وفي التاليف، كمان فكره ان انت كل حدوته او كل حكايه تبقى 5 حلقات بس، دي حاجه كويسه جدا، اولا بتبقى بعيده تماما عن الملل. كمان على فكره في المسلسل ده هو قدم وجوه شابه كتير، فبقت حكايه النجم الاوحد دي مش موجوده، وبالتالي هو ادى فرصه كبيره جدا لناس كتير قوي في من خلال العمل ده ان هي تنور وتظهر. شخصيه بوسي نفسها اللي انا عملتها كانت بتمس الواقع جدا، وده اللي انا اتفاجئت بيه لما اتعرض المسلسل. لا شخصيه قريبه جدا من الواقع، فكره الستات اللي بتقهر وازواجهم بيضربوهم، بس انا كنت طالعه شخصيه الست القويه يعني اللي خدت حق الستات كلها. انا شايفه ان انا لو قدمت دور الجمهور ما حبنيش فيه فهو ما كرهش ليلي، هو كره الشخصيه، ولو الجمهور كره الشخصيه يبقى انا نجحت، بس لو ما كرهش الشخصيه يبقى انا في مشكله ما عرفتش اقدم الشخصيه. مواقع التواصل الاجتماعي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، السوشيال ميديا مهمه جدا، يعني سواء عجبنا الامر او ما عجبناش، لا بس هي بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه، وال somehow طبعا مفيده للفنان طبعا. النقد اللي بدون تجريح اهلا وسهلا بيه، بستفيد منه وبتعلم منه وبفهم وجهه نظر اللي قدامي، لكن لو النقد فيه تجريح لا ما بحبوش. انا بعشق السينما، بعشقها بحبها قوي، ولكن للاسف اعمالي في السينما اقل من التلفزيون، انا اعمالي في التلفزيون اكتر. لكن بصي السينما حاجه مختلفه، والتلفزيون حاجه مختلفه، والمسرح كمان حاجه مختلفه، كل مدرسه من المدارس دي مختلفه عن الثانيه، فانا بحب كلهم، ونفسي في السينما ان انا اعمل اعمال اكتر من كده. اكيد انا بحب قوي الشخصيه عن شخصيتي الحقيقيه، يعني اي حاجه فيها اداء، فيها صعوبه في الاداء، فيها تمثيل، انا احبها، انا ما بحبش الحاجات السهله اللي قريبه من شخصيتي الحقيقيه.